شفنا إذن المشاركات العربية السابقة في 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 مونديال الأندية. راشد، يعني كلما جرنا الحديث عن الحضور العربي في كأس العالم للأندية، وقفز للمشهد ناديين العين والرجاء البيضاوي، لأنهم الفريقين الوحيدين اللي وصلوا للمباراة النهائية وحصلوا وصافة البطولة. الأول خسر من ريال مدريد الأسباني، والثاني من بايرن ميونخ. هل في رأيك راح نشاهد في نسخة أبو ظبي راح نشوف نجاح جديد للكرة العربية تتوقع ولا لا؟ لو كانت الظروف طبيعية أتوقع أنه بيكون كان في فرصة لنجاح جديد. يعني لما أعلن عن تنظيم البطولة وإقامة البطولة ومشاركة ثلاث فرق عربية من ضمنها زعيم آسيا ومن ضمنها زعيم أفريقيا، يعني أفضل فريق في أفريقيا في تاريخ أفريقيا وأفضل فريق في تاريخ آسيا، ومشاركة فريق البلد المنظم الجزيرة، كان في التفاؤل موجود ووارد. لكن أتوقع الاتحاد الدولي ألغى هذا التفاؤل كله ورجعنا إلى نقطة أصبحنا في شك في عملية مشوار الفرق العربية المشاركة في البطولة. أول شيء، بطولة كأس العالم الأندية ترتبط بالعرب ارتباط كبير، على اعتبار أن العرب يمكن استضافوا نص عدد البطولات اللي أقيمت. فتلاقي في كل بطولة لازم يكون هناك فريق عربي، بغض النظر أن توج فريق عربي ببطولة قارية أو لم يتوج، هناك فريق عربي موجود ومشارك. اللي حقق العين في بطولة 2018 يمكن كان نجح العين أن يتغلب على ظروفه، كان العين يمكن يمر بظروف غير طبيعية، ما كان العين مستوى مميز في بطولة الدوري في هذيك السنة. لكنه لما دخل أجواء البطولة، خاصة بعد الرمونتادا اللي عملها في المباراة الأولى، نجح أن يغير فيها الموازين، ارتفعت الروح المعنوية للفريق، قدم لعيبة الفريق سواء المواطنين أو الأجانب مستويات يمكن ما كرروها لليوم. حتى يعني بعد انتقالهم العين وخروجهم العين، تحس ان هاللعيبه تجلوا في هذيك البطوله. الفوز على الترجي بطل افريقيا في المباراه الثانيه ايضا قاد الفريق ان روحه المعنويه ترتفع. يت الذروه في مباراه ريفر بليت، انك تلعب مع بطل امريكا الجنوبيه، فريق يعتبر من الفرق التاريخيه في تاريخ الارجنتين، وانك تلعب معاه بهذيك الطريقه. مع ان لو انا اتذكر سيناريو المباراه، ما بس تاريخ الأرجنتين راشد، يعني ريفر بلات من الفرق التاريخية في العالم. في العالم. في العالم. بالضبط. فسيناريو المباراة أتذكره، العين تقدم، ريفر بلات رجع سريع وسجل تقدم، فكنا متوقعين خلاص يعني انتهت مغامرة العين. لكن بالفعل هذيك المباراة يمكن أهم مباراة في تاريخ العين، والمباراة اللي ما ينسونها جماهير العين. الرجاء أيضا المغربي قدم بطولة، قدر أن يمكن هو الرجاء هو أول فريق قدر أن يرفع من سقف الطموحات العربية في البطولة. أنك توصل النهائي في بطولة مثل بطولة كأس العالم أندية، إنجاز كان غير مسبوق بالنسبة للرجاء، ويفتح المجال للفرق الأخرى. لكن في هذه البطولة يمكن كان مشوار الأهلي أسهل من مشوار مثلا الهلال والجزيرة، على اعتبار أنهم بيصطدمون، واحد منهم بيصطدم بتشيلسي اللي هو يعتبر مرشح الأوفر حظ في البطولة. لكن الأهلي في الظروف اللي هو يصادفها حاليا، أنا أتوقع أن ظروفه صعبة وفرصته صعبة، في أن لأنه وضع فيها الظروف، يعني وضع فيها الظروف، وضع فيها الظروف كالبت عليه الحظ الجيد والحظ السيء. الحظ الجيد اللي هو صعود مصر وصولها إلى النهائي، وهذا حظ جيد سواء للأهلي وسواء لمصر، لأن مصر دائما أولا طبعا. والحظ السيء أنه عدا عن غياب لعيبته في المنتخب، الفريق يتعرض لظروف غير طبيعية بالمرة، من إصابات لدرجة أن لاعب ينصاب في التمرين،